اما رحت المعسكر بتاع لوس انجلوس كان في اليابان. اليابان اول ما رحتها الاكل بالنسبه لي كان صعب، مش متعود يعني انت مش على متعود عليها. الاكل الياباني. سمك ني وسوشي وساشيمي والاكل بتاعهم مش مستساغ بالنسبه لي. لكن قلت لا، ما انت عشان تتمرن كويس لازم تاكل كويس. صح. فكنت باكل الاكل وببلعه بالعصير، بالميه بالعصير، لانه انت في التمرين ممكن تطير كل ده، في التمرين الميه عرق بيطلع يعني. لكن كانت لازم تاكل كويس. ففعلا اتمرنت كويس وتعبت جدا، كنت بتمرن ثلاث ساعات ثلاث مرات ده في اليوم. ده الاستعداد عشان اولمبياد لوس انجلوس. يعني انا بتمرن ثلاث مرات في اليوم، حوالي ما بين 7 ل 9 ساعات في اليوم، ما عدا يوم الاحد بس. اجازه. عدد يعني ساعات كبير قوي قوي يعني. وكان عندي امل، املي كله ان انا اقف على المنصه واخد ميداليه يعني. وربنا حقق لي ده، لان انا تعبت بصراحه، تعبت كتير يعني. الحلم ده كنت رسمه اول ما ابتديت الجودو ولا لا. زاد معاك بعد كده؟ لا، هو زاد معايا. زاد معايا من يعني 81 82. بدا الموضوع ده بالنسبه لي يبقى مهم جدا. بدا لا، انت لو خدت ميداليه الموضوع هيفرق معاك كتير يعني. على الاقل لو انت لو اي حاجه حصلت كل 4 سنين جرايد هتكتب والتلفزيون ان فلان الفلاني ده سنه كذا اخر ميداليه كذا يعني. فاهمني؟ فالموضوع كان بالنسبه لي مختلف تماما يعني. حتى لما رحت لوس انجلوس نافيه كان هناك كان البعثه كبيره جدا. انا عايز بقى احكي البعثه النهارده، لما يكون في بعثه اولمبيه طالعه بتمثل مصر، بقى الزي الموحد بالظبط كده. كنا لابسين زي موحد. كان انا فاكر الترين كان تريننج بنطلون يكون اخضر فاتح كده. أيوة. وجاكيت لونه ابيض وعليه علم مصر. وهنا خطوط الخضراء بتاعت الشركه، الثلاث خطوط بتوع الشركه يعني. وبدله الجودو بتاعتي كان مكتوب عليها ايجيبت بالانجليزي. وبس يعني. بس احنا كنا انا عايز الكواليس الحلوه في البعثه وانتوا مسافرين بقى البعثه المصريه وانتوا في الطياره. بس هي مش جودو بس، ده هتلاقي في كوره وفي كلنا الالعاب. كان كل الالعاب طبعا للوس انجلوس، كل الالعاب. يمكن احنا اول بعثه تخش القريه الاولمبيه في لوس انجلوس كانت الفريق المصري. كان معانا الكوره وكان معانا الباسكت وكان معانا الباسكت وكوره وملاكمه ومصارعه وباليه مائي وسباحه. وكان بعثه كبيره، وكان معانا فريق القومي للكوره. كان معانا الكابتن محمود الخطيب والكابتن طارق ابو زيد والكابتن شوقي غريب وكابتن علاء نبيل عمر وحماده صدقي وعلاء نبيل وكابتن ربيع السين. كان مجموعه كبيره، وكابتن احمد ناجي وعادل مأمور. ما شاء الله كانت بعثه كبيره. لا كان بعثه كبيره جدا. في حالي شويه ان كنت انا مركز، يعني كنت انا مركز عايز احقق ميداليه. وكنت كل عباره عن ان انا الصبح اروح التراك اجري، وبعدين انزل الجيم العب حديد، وبعدين اطلع افطر اروح اريح، وبعدين ارجع اتمرن جودو تاني. تركيز عشان هدف واحد. وبعدين بالليل مثلا اخلص بعد تمريني اريح شويه، وبعدين اروح العب جيم شويه. وبعدين اتعشى واروح انام. فكنت مركز شويه قوي مع نفسي يعني. الا ما ساعات بشوف مثلا لعيبه الباسكت عشان كانوا جنبنا في نفس الدور، وانا تملي ما احبش العب بحاجه يعني عرق على عرق يعني. اخد التريننج مثلا والبدل جودو اغسلهم، فكان في الدور مغسله. كنت انت بتغسل بنفسك والدراير.